هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ رجع لكم بمقطع جديد ومقطع زلهب. طبعا في مقطع اليوم راح نتكلم عن آخر أخبار روكستار جيمز، وتحديدا أخبار جي تي اي 6، خصوصا بعد ما جزئيا انتهت الانتخابات في أمريكا وفي فايز نوعا ما، إضافة إلى بعض الأخبار الأخرى. فخلونا نخش سويا في المقطع. طيب زي ما تعرفون في آخر مقطع لأخبار جي تي اي 6 قلت لكم إنه لو فاز ترامب غالبا جي تي اي 6 راح تاخذ وقت اطول، بينما لو فاز بايدن نوعا ما راح تكون اقرب. وحاليا الانتخابات نعم خلصت، لكن في كلام كثير حولها والامور لحد الان غير واضحه، لكن مبدئيا زي ما كلكم يعرف انه جو بايدن فاز وهو الرئيس المنتخب. خلونا نستذكر سويا ايش قال رئيس روكستار جيمز السابق عن جي تي اي 6 وفتره ترامب عشان نكون في الصوره. دان هاوزر طلع في مقابله مع احد المواقع الاخباريه في 2018، قال وعبر انه شاكر وحامد ربه انه ما نزل جي تي اي 6 في فترة دونالد ترامب، لانها راح تواجه العديد من المشاكل والتخريب والتحريف من قبل ترامب وحزبه، لانه زي ما تعرفون ترامب وحزبه اكبر معارضين للالعاب اللي تهدف للعنف والاجرام وما شابه ذلك، بل انه سلسلة جي تي اي اول الالعاب في قائمتهم واللي يضرب بها المثل. لذلك دان هاوزر روكستار جيمز ما يبغون ينزلون جي تي اي 6 في فترة دونالد ترامب، واتوقع لحد يومنا الحالي ماشيين على نفس المسار. عموما زي ما تعرفون الانتخابات انتهت تقريبا وجو بايدن فاز. طيب ايش يعني هذا الامر لجي تي اي 6؟ طبعا بلا ادنى شك فوز جو بايدن يصب في مصلحة جي تي اي 6 ويقربها اكثر مما كانت عليه في فترة دونالد ترامب لو صارت. لكن يا اخوان رغم فوز بايدن، لكن ايضا لازم تحسبون حسابكم انه نعم هذا الامر راح يأثر على جي تي اي 6 ويقربها ومتى تنزل، لكن ايضا لازم تعرفون انه ما راح يكون التأثير الكبير جدا اللي يغير خطط كاملة. روكستار جيمز راح تستمر على نفس خطتها مع بعض التغييرات البسيطة جدا. إضافة إلى ذلك زي ما تعرفون حاليا في ادعاءات انه في تزوير للانتخابات، وممكن ترامب يفوز بالرئاسة مرة أخرى عن طريق المحاكم ومشاكل ذلك، واستمر لأربع سنوات زيادة. لذلك خذوا الموضوع برواقة وهدوء مبدئيا. لكن كمجمل وتلخيص للموضوع، نعم مبدئيا جو بايدن فاز وجي تي اي 6 أقرب من أي وقت مضى. طيب ننتقل لموضوعنا الثاني. مؤخرا وتحديدا بعد فوز جو بايدن، يقال ان روكستار جيمز قامت ببعض التحركات في استديوهاتهم، وزي ما تشوفون في جي تي اي 6 سب ريديت هنالك عدة اشخاص قالوا نفس الكلام عن تحركات روكستار جيمز، واليكم الموضوع كامل. في ثلاثة مواضيع انتشرت في سب ريديت جي تي اي 6، وناشرين هذه المواضيع قالوا انهم شافوا شاحن عليها شعار روكستار جيمز مرت بجانب منازلهم، والاخر ايضا قال انه شاف استديو او شاف شاحنة لاستديو روكستار جيمز، وهو الشخص الثاني اللي شاف هذا الشيء. وايضا احدهم ذكر انه يعيش في اوكفيل اونتاريو، وزي ما تعرفون في هذا المكان يوجد استديو لروكستار جيمز واللي هو روكستار تورانتو. طبعا ايضا ذكروا انهم ما قدروا ياخذون صور لها، لكنها كانت شاحنة اسود واصفر مع لوجو روكستار جيمز، واليكم الصورة لايش ممكن راح يكون شكلها، لانه سابقا شفنا شيء مشابه لهذه الشاحنة، وزي ما هو ظاهر لكم الآن أصحابنا شافوا شاحنة مشابهة لهذه. فالناس بدوا يسألون إيش الوضع، هل يقصدون جي تي اي 6 مثلا؟ هل روكستار تستعد لإعلان أو ما شابه ذلك؟ طيب طبعا صعب نعرف إيش يسوون وإيش عندهم بالضبط، لكن أتوقع أنه الأمر أبدا أبدا ما هو غريب. أنت عايش جنب استديو لروكستار جيمز، فمن المتوقع جدا أنك تشوف زي كذا أشياء، شاحنة روكستار رايحة شاحنة روكستار جاية، لأنهم زي أي شركة يحتاجون معدات، يحتاجون أغراض، يحتاجون أشياء، وهذه الشاحنات من وإلى. لكن خوينا أو أصحابنا اللي شافوا شاحنات روكستار جيمز قالوا إنه تحركاتهم زايدة مع الأيام اللي راحت. نعم كنا نشوف تحركات هذه الشاحنات، لكن الأيام اللي راحت زايدة بشكل كبير جدا. فممكن يا أخوان فعلا روكستار جيمز تتجهز لشيء
ما. شاركونا آراءكم في خانة التعليقات عن هذا الأمر، وإيش تتوقعون روكستار جيمز تخطط فيه، ولا فقط شائعة شاحنة رايحة وشاحنة جاية؟ طيب ننتقل لثالث موضوع عندنا، هو انه البعض انصدم انه لما يبحث عن GTA 6 او GTA VI في جوجل راح تطلع له معلومات رسمية من جوجل حيال اللعبة زي ما تشوفون، وجوجل حاط المعلومات هذه على اليمين زي ما يسوي كعادته في اي شيء تبحث عنه، وكاتب GTA 6 هي الشابتر الجديد من سلسلة GTA، اللعبة قيد التطوير من قبل روكستار جيمز، رغم ذلك لحد الآن ما في معلومات رسمية من الناشر. بعدين تحت كاتب الناشر روكستار جيمز والمطور روكستار جيمز أيضا. طبعا الأمر طبيعي جدا، وحرفيا هذا هو شغل جوجل، وهذا اللي يسويه جوجل يا أخوان، يجمع لك أقوى المعلومات عن الشيء اللي أنت بحثته وراح يحط لك إياه على اليمين. بما أنه الجميع قاعد يبحث عن GTA 6، فجوجل عشان يسهل الموضوع حط فكرة عامة عن اللعبة وأقوى المعلومات اللي متأكد منها لحد الآن. فنعم ما هو شيء جديد ولا يبغى له أي لف ودوران، فقط جوجل يقوم بعمله. طيب بننتقل لآخر موضوع عندنا، هو يعني ما له علاقة بروكستار جيمز لكن له علاقة بتيك تو انتراكتيف، الشركة الأم لروكستار جيمز. تيك تو انتراكتيف بشكل رسمي توصلت إلى اتفاقية مع الشركة البريطانية كود ماسترز لشرائها بشكل رسمي مقابل 956 مليون دولار. والشركة هذه أخوان معروفة بألعاب مثل F1، بروجكت كارز، والأهم هي سلسلة ديرت. والاتفاقية تنص إلى أنه الاستديو ينضم إلى استديوهات تيك تو انتراكتيف وتحت تيك تو انتراكتيف بدءا من 2021. صراحة يا أخوان تيك تو انتراكتيف حرفيا بدأت تشتغل بطريقة جدا جدا قوية، بل إنها بدأت تحط بصماتها الكبيرة في جميع المجال. تيك تو انتراكتيف تملك استديوهات عظيمة جدا جدا جدا، وضيف إلى ذلك الأعظم عندهم روكستار جيم. وتقريبا هذا هو مقطعنا لليوم، وفيه شفنا آخر أخبار GTA 6 وإيش وضع GTA 6 بعد فوز جو بايدن. شاركونا آراءكم في خانة التعليقات على جميع النقاط اللي تكلمنا عنها، وهل تتوقعون GTA 6 أصبحت أقرب أو لا؟ طيب كده صلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام عليكم.